تحياتي للكابتن محمد صلاح بمناسبة 15 جون اللي هو يصادف عيد ميلاده. كل سنة هو طيب، كل سنة هو سعيد، كل سنة هو متميز، كل سنة هو متألق، وأيام قليلة وأرقام أو نقاط محسوبة ومعدودة للحصول على البريمير ليج، بعد الشامبيونز ليج، بعد السوبر، بعد مونديال الأندية. أعتقد سنة كانت ولا بالأحلام يا محمد. نتمنى لك التوفيق في السنة القادمة، السنة اللي تبدأ من الغد إن شاء الله، في عيد ميلاد جديد، في عيد ميلاد سعيد، في سنة أتمناها متميزة كما هي عاداتك، موفق فيها بأهدافك. ليس من السهل أن يكون لاعب مصري عربي هو النجم الأول لأحد عمالقة الكرة في العالم وأساطيرها نادي ليفربول. هذا شرف يمسنا جميعا، واحنا فخورين بيك، وان شاء الله السنه القادمه تحط في بالك الهدف الرئيسي. بعد الحمد لله ربي من عليك، ربحت البريمير ليج، الشامبيونز ليج، السوبر، مونديال الانديه. اعتقد يا محمد الهدف الرئيسي الان لابد ان يكون البالون دور، لانه يفوز به لاعب عربي هذا يسعدنا برشا ويشرفنا برشا، وانت قدها وقدود. ان شاء الله السنه الجايه هدفك الرئيسي يكون التتويج الفردي والتتويج الشخصي. حبيت نكلمك، حبيت نقول لك انه كل عام وانت حي بخير، سنه سعيده، وان شاء الله ديما متالق متميز، امتيازك الرياضي والاخلاقي والانساني، لانه محمد صلاح ليس مجرد لاعب كوره بل هو سفير للرياضه المصريه والعربيه. عامك سعيد، عيدك مبروك. أخوك عصام الشوالي، معلق قنوات بي سبورتس.